طبعاً مشاهدين حضانة بيت يدو وجدت لتستوعب الأطفال الزائرين للقرية الترافية في مدينة كلباء لتكون عيناً للأمهات العاملات أو الزائرات للقرية خلال هذه الفترة. بنتعرف أكثر على هذه الحضانة من الأستاذة عائشة محمد الزعابي مسؤول شعبة التثقيف الصحي في بلدية كلباء. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير أستاذة عائشة. حضانة بيت يدو يعني الاسم ملفت طبعا، لكن الحضانة أيضا ملفتة أكثر من الاسم. كيف جت فكرة هذه الحضانة في القرية التراثية؟ طبعا الحضانة جاءت انطلاقا أن إمارة الشارقة إمارة صديقة للطفل، نعم، فكان لابد أن تكون في حضانة للأطفال في القرية التراثية. هالحضانة تكون لأطفال الموظفات والمنظمات وكذلك أطفال الزائرات. الموظفات؟ أيوة، اللي مشاركات في القرية التراثية. أيوة، إنه ممكن يخلون أطفالهم عندنا وكذلك الزائرات. نعم. فجاء اسم حضانة بيت يدو تقديرا لجدتي. أول ما عطوني الفكرة أن راح يكون في حضانة إن شاء الله وراح تكوني مسؤولة عنها، ذكرت بيت العائلة، البيت اللي لمني وأنا صغيرة، ذكرت جدتي. اسم الجدة أصلا في أمومة، في حنان، في عطف، في رعاية. صحيح. فعلى طول يعني يف ذهني أنه راح يكون اسم الحضانة إن شاء الله بيت يدو، وتم الموافقة عليه وسميناها حضانة بيت يدو. أصلاً لطوف عايشة عدالة يشوف الاسم يقرأ الاسم شيء ملفت. أيوة. حضانة بيت يدو. فالكل يتساءل شو اللي تتضمنها هذه الحضانة؟ شو اللي تشملها هذه الحضانة داخلها؟ الحضانة طبعاً حطينا فيها برنامج يومي يبدأ من الساعة 4:30 إلى الساعة 7. بعد الساعة 7 خلاص الأطفال يرجعون إلى البيت، خلاص وقت النوم. نعم. فحاولنا نستفيد من هالساعتين ونص من خلال 5 برامج. يبدأ أول برنامج من 4:30 ل5 اللي هما برنامج فترة تسجيل، اللي حاب يجيب أطفاله من 4:30 ل5. نعم. وفي رسوم على الحضانة؟ ما في رسوم على الحضانة. ما في رسوم؟ بس في رسوم في حالة واحدة فقط. هي. إذا الأهالي تأخروا في تسليم أطفالهم. نعم. من بعد الساعة 7 نأخذ عليهم شيء مثل يعني فكاهي، إذا تأخروا 5 دقائق نأخذ عنهم 10 روبيات. نعم. وللحين الحمد لله ما حد تأخر. إنزين. البرنامج أول مثل ما قلت من 4:30 ل5 يكون فترة تسجيل. من 5 ل5:30 دور مطوعة، في درس ديني عندنا وأذكار وقصة مثلاً دينية. جميل. يعني مش هنا تقتصر على الألعاب، مثل أنا لما مريت القرية التراثية ومريت على الحضانة شفت أستاذة عايشة ألعاب تراثية. نعم. أنا فكرت أنه ممكن بس أنه ألعاب تراثية. لا عايشة فقط. أنا بعد داخل سمعت، أنا كنت طايف بس سمعت الصوت داخل. أنا بعدين حسيت أنه صح في شيء، في حد داخل، في ناس داخل يحفظ الأطفال. أيوة. طب مثل ما قال الأخ، في مكان في الحوش حطينا فيه الألعاب الشعبية ومكان للمطوعة مثل. نعم. ما كان قبل إن المطوعة تحفظهم في الحوش. وداخل عندنا غرفة ورش للأطفال. طبعا ليش سوينا داخل؟ لأن المكان مبرد، إحنا ما نعرف الجو يتغير. صح. الجو صحيح. فمكان مبرد للأطفال، في غرفة ورش تناسب عمر الأطفال يعني، وفي غرفة للرضاعة. شو تتضمن هذه الورش؟ الورش كل يوم عندنا ورشة مختلفة. هي. مسؤولة عنها أستاذة فاطمة خميس. نعم. الورشة مثلا يوم ورشة فوانيس، ويوم ورشة الرسم على المداخن. جميل. مرة تزيين براقع. إن شاء الله في ورش مفاجآت، بس راح أفضح واحدة منهن اللي هي إن شاء الله راح يكون عندنا ليلة حنة. نعم. راح نلبس اللي هال مثل ما كانوا يلبسون أول، الزين التراثي. واحدة منهم راح نخليها عروس ونحنيها، فراح إن شاء الله يكون يعني في الأيام المقبلة في مفاجآت أكثر. نعم. أنت ذكرتي عن قسم اللي هو قسم مثلا الورش. نعم. وبغيتي تذكرين أقسام أخرى، شو هي الأقسام الأخرى اللي تضمنها؟ عندنا غرفة رضاعة متوفرة للأمهات. في غرفة رضاعة؟ نعم، في غرفة رضاعة وفي غرفة لنوم الأطفال. يا سلام. أيوة. وكذلك في شيء مهم اللي هو حمام خاص للأطفال بحجم يناسب الأطفال. فيعني إن شاء الله أنها تكون كاملة متكاملة. طبعا اللي ساعدني في التصميم استعنت بزميلتي اللي لها الشكر، اللي هي مفتشة القابة الصحية بدرية سليمان. نوجه لها تحية. نشكرها. أيوة. نشكرها. هي كانت وياي من البداية، خضيت منها كل الاشتراطات الصحية لتأسيس الحضانات وساعدتني في كل شيء من الألف إلى الياء. أرد أشكرها أنا. وشو هي الاشتراطات الصحية؟ لازم بما أن أطفال وعمرهم أقل من 4 سنوات لازم يتوفر سبل الأمن والأمان، لازم الأحجام الأشياء تكون صغيرة تناسب أحجامهم، مثلاً الطاولة تكون صغيرة، المرحانية اللي يلعبون عليها كلها تكون بتناسب أحجام الأطفال.
المكان يكون مبرد، الحمام يكون حسكم الله يعني بأحجام تناسب الأطفال. إنزين الأستاذة عاشة، دائما خلنا نتكلم عن الصورة بعدين بطرح سؤالي. هذه الصورة طبعا من ضمن الألعاب التراثية الموجودة في القرية التراثية. وفي حضانة بيت يدو، في حضانة بيت يدو ما خارج الحضانة، في سور خاص داخل الحضانة يكونون هم موجودين اللي لاحظنا. الأعمار عندك عايشة ما شاء الله، عايشة انت داشة حامي هالمرة على ايام سرد التراثية، عشان شكلي كل يوم بودي للأستاذة عاشة يعني اطفالي. حياهم الله حياهم الله والله. انزين مثل نحن ما نعرف ان الاطفال لما نوديهم الحضانات الاخرى طبعا يمكن اسبوع كامل هم يصيحون لما يتاقلمون على الوضع. كيف انتم تتحملونهم هالساعتين، وكيف ممكن تهيئوا لهم الجو المناسب عشانهم يسكتون في هذه الساعتين والنصف؟ والله صراحه للحين ما يانا يمكن طفل واحد اللي كان يبكي، كل الاطفال الحمد لله كانوا متشجعين، لان اهاليهم متشجعين. الاهالي كانوا اول شيء متشجعين من سالفه المطوعه على طول، يعني نبا ودوا عيالنا عند المطوعه، يعني يدورونها وين المطوعه وين المطوعه. ثاني شيء بالنسبة للورش، يعني الأهالي يطلعون بإنتاجات يراون أهاليهم هم شو سووا خلال هالفترة. بين هاي فترة فصل شوية الأهل يقدرون يزورون القرية براحتهم، بما أن وقت العصر يكون شوي وقت وهم شمس، مطمنين على أيوه هم مطمنين على عيالهم. والله في أهالي باليومية خلاص سووا خلاص، يعني نعرفهم يوميا يبون عيالهم، يوميا خلاص عيالهم. شكلي أنا من ضمنهم إن شاء الله. شكلك أنت من اليوم خلاص. إنزين الفئات العمرية، الفئات العمرية في الحملة الإعلانية قررنا يكون بس من عمر 2 إلى 4 سنوات، لأن ما كان عندي عدد كافي من المشرفات. عقب تعاون وياي فريق من فزعة من مدرسة جميلة، ففتحنا المجال، ما ردينا الحمد لله ولا حد. أصغر طفل قبلنا كان عمره 4 شهور، والحمد لله قبلته طفل عمره 4 شهور. نعم قبلنا طفل عمره 4 شهور بعدم تواجد الأم. بعدم تواجد الأم عادي، احنا امهات واحنا يعني. انزين الستاف او الموظفات الموجودات استاذه عايشه، هل مهيئات عفوا للتعامل مع الاطفال؟ احنا فريقين، فريق مشرفات اللي هم موظفات من البلديه، وفريق مثل ما قلت لك من فريق فزعه في مدرسه جميله. هؤلاء طلاب. ايوه طلاب. بس هالفريق ما يشتغل الا باشرافنا نحن، يعني انا اكون موجوده، انا اشرف على البنات وهم يشرفون على الاطفال، يعني تحت اوامرنا. ايوه جميل. يعني هم ياخذون التعليمات وعقب يتصرفون. على اساسها. حلو يعني يكونوا مدربين ومهيئين. اكيد لا والله وما قصروا، يعني ما شاء الله عليهم حبوبين. وهذا الطفل ما شاء الله تقرا القران. نعم هذه اللي هي عند الحضانة في المطوعة. ولابسة زي التراثي، يشترط أو من تفضلون ارتداء الطفل للزي التراثي؟ والله احنا موفر لهم أشياء تراثية مثل موجودة. الزي يكون موفر يعني عندكم؟ لا احنا عندنا جليه، يمكن في الصورة اللي قبل كانت لابستنها الطفلة، ونلبسهم هذا حجاب المرأة. انزين والشباب بس كلهم جليهات. حلو جميل. انزين اكيد في عدد معين محمد تستوعبه الحضانه ولا ما في عدد معين؟ والله في البدايه مثل ما قلت لك 15 طفل. ما كنا الحق يعني ما تلحق يعني. ايوه ما كنت حاسبين يمكن يكم اكثر. هي بس ما شاء الله اول يوم تقريبا وصلنا 30 طفل، بس كان عندي عدد كافي من المشرفات. كل مشرفه مسكت طفلين وقدرنا الحمد لله نسوي كنترول. وهل الاعداد اعتقد انها تختلف من نهايه الاسبوع لايام الاسبوع؟ نعم اكيد طبعا. اكيد طبعًا. محمد عندك سؤال الحين. اي عايشه من سالفه غير سالفه الموضوع. استاذه عايشه، شو مدى حاجتنا لمثل هذه الحضانات فعالياتنا اللي تقام في الدوله؟ اشوف انا يعني رايي الشخصي، بما ان المراه لها دور كبير وهي يعني تحب تشارك في الفعاليات والمناسبات، لابد ان تتوفر مثل هالحضانات اللي وفرت راحه للمراه وللام بشكل خاص، ان هي مطمنه ان طفلها خصوصا لو كان صغير موجود بجنبها، لو احتاج او ما احتاج هي تكون يعني متوافره. اكيد. فارى ان يعني لابد ان يكون متوفر مثل هالحضانات يعني. جميل. احنا عايشين اسمح لي تسالين. لا نتكلم الحين عن هالصوره، وبعد ان شاء الله اليوم بنستنزف الاستاذه عايشه بالاسئله. هذا اللبس اللي اقول لك عنه، الجليه اللي يلبسونه الاطفال. نعم. وعادي يقدرون بعدين يرضون انه يبدلون الجليه استاذه عايشه؟ والله هم اثناء خروجهم تواجهون صعوبه. يمكن تواجهون صعوبه انهم يبون يشلونه، واحنا نقول لهم تعالوا باكر بنعطيكم اياه. جميل. انزين الاستاذه عايشه، اكيد هي فكره مميزه في مدينه كلباء، انتم حابين ان هذا المشروع او هذه الفكره تطبقونها في فعاليات اخرى تقام في المدينه؟ نعم نعم
لان مثل ما قلت لك المراه العامله بحاجه انه يتواجد عندها مكان تحط فيه طفلها وهي مطمنه. اكيد او حتى عشان يعني هي ما تكون كفعاليات، يعني كمثلا يوم في الاسبوع تكون في هذه الحضانه، هي تكون شامله هذه الموضوعات كلها يعني. صحيح، وخاصه مثلا انتم كامهات استاذ عائشه من الصبح للظهر في الدوام، ومن بعد الظهر فتره الظهيره لين تقريبا العشاء انتم موجودين في القريه التراثيه، فهني ممكن ان الام يعني تحس بوجود ابنها معاها ووقت مثلا هي تطمن. احنا كلنا المشرفات كلنا نجيب عيالنا ويانا موجودين في الحضانه، يعني اول العيال المشتركين اطفالنا واطفال المنظمات. نعم اكيد في صعوبات واجهتوها في البدايه، وخاصه هي خاصه ان اطفال 4 شهور، شو هي هذه الصعوبات؟ صعوبات ويا 4 شهور والله وحليلهم ما سووا شيء يعني. شكل الاربع يعني. قالت صعوبات ويا 4 شهور ما سووا شيء، شكل الاكبر من 4 شهور هم يسوون مشاكل. لانهم ما شاء الله حركيين ويحبون يكتشفون ويشوفون، بس كانوا يعني مستانسين، قدرنا الحمد لله نسوي سيطره لان فريق فزعه يعني قام بدوره على اكمل وجه، يعني كان ينظم ويانا ويود ويانا ويسوي ويانا، فالحمد لله يعني احنا ما واجهنا صعوبات خلال التنظيم، احنا واجهنا صعوبات في تنفيذ الفكره يعني، او حتى ممكن من العدد مثل ما ذكرتي انه 15 طفل لكن اول يوم 30 طفل. هي بس خلاص بعد ال 30 وقفنا تسجيل يعني. الحين ضايقكم زياده ما تاخذون فوق ال 30؟ والله على حسب كم مشرفه انا متواجده عندي اليوم. اذا عندك يكون يومي. ايوه يومي. فإذا عندك عدد كافي من المشرفات خلاص ندخل، بحيث أن على الأقل المشرفة تكون مسؤولة عن طفلين. نعم. ما أكثر. جميل. إنزين أنتم كمشرفات وفي هنالك متطوعات من المدارس، إذا مثلا أي شخص حاب أنه يتطوع أو يتابع الأطفال عندكم في الحضانة بإمكانه مثلا الحضور وتسجيل اسمه وتطوع؟ حالياً لا. لا خلاص. مثل ما قلتي لأنهم يكونوا أطفال وأمانة. في البداية سوينا لهم مقابلات يعني بسيطة نشوف الطالبات مع الطالبات عشان يعني نشوف شخصياتها، نشوف كل واحدة شو إمكانياتها، واحدة يعني كانت خبيرة في التصميم، واحدة خبيرة في التصوير، يعني سلمنا كل واحدة منهم مهمة محددة عشان نقدر نسيطر على الوضع. نعم. يعني ما شاء الله هذا الشغل كله انتم منسقين لقبل فتره، بس كم خذ منكم الفتره اللي نسقتوا فيها؟ اسبوعين بالضبط من عمل الحضانه، الالعاب، كيف قمتوا بالقيام بهذه الالعاب؟ لان ما شاء الله انتم من الجيل الحالي وهذه الالعاب العاب قديمه. نعم. كيف جتكم الفكره وكيف طبقتوها؟ استعنا طبعا بخبرات، بجدات، بامهات، سالناهم شو الالعاب، شو الاغاني اللي كانت تغنونها، شو كيف كانت. فريق الصيانه عندنا في البلديه ما قصر، كل ما كنا نطلب منه يعني يسوي لنا شيء، يسوي لنا المنازل، يسوي لنا المرحانيه القبليه، كان ما يقصر يعني. نعم. والحمد لله، وطلعنا احنا بروحه كان عندنا اطلاع شخصي يعني بنعرف شو الموضوع. نعم. جميل. الحمد لله. شيء حلو عايشه يعني فعلا مثل ما قلت لك انه اي حد يطوف من هناك يقرا حضانه بيت يدو شو هذه، فشيء يلفت. انا ذاك اليوم فعلا كنت طايف وسمعت الصوت داخلهم قاعدين يقرون. وموقعها استراتيجي محمد، اول ما تدخل القريه على طول تشوفها. يعني تعالي سلمي عيالك وروحي. جميل. الاستاذه عائشه استانسنا بالحديث معك، وشكرا على تواجدك اليوم ويانا ببرنامج صباح الشرقيه، وتشكرون على هذه الجهود، في الحقيقه فكره رائعه وتنفيذها اروع، واكيد مشكورين. ولكم جزيل الشكر. شكرا لك استاذه عائشه، وان شاء الله فعلا نشوف هذه مثل هذه الحضانات في الايام العاديه في ايام الاسبوع عشان تخلونا نتمشى على راحتنا ان شاء الله. باركم طيب.